احنا النهارده هنعمل مع بعض نفس فكره النار بتاع الدجالين لما بلاقيها بتطلع دخان كتير قدامهم. معايا النهارده عمار عشان يساعدني في التجربه دي. اللي احنا محتاجينه هنحتاج عندي برمجيات بوتاسيوم وعندي كمان يا ولاد جريسلين. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل فيها. انا هحط شويه برمجيات، تعالى يا عمار يلا، وبعدين عمار هيساعدني ان هو هيحط الجريسلين عليها. اهي حاجه بسيطه خالص عليه، وبعدين هنقلبهم كده مع بعض. خد يا عمار، هنقلبهم كده مع بعض حاجه بسيطه. وبعدين يا اولاد علشان يحصل التفاعل، هقربها لكم اهي، عشان يحصل التفاعل هبتدي يا اولاد احط عليها قطرات من الميه واسيبها. يلا يا عمار. هتحتاج بس دقايق بسيطه خالص عشان تبتدي التفاعل بتاعها يطلع. شايفين الدخان اللي طالع؟ شفحة. ما تخافوش. بس مش المفروض تولع. ايوه ما هي هتولع. استنى بس 5 دقايق او دقيقتين كده هتلاقي الدخان بتاعها. بص ابتدت ان هي تطلع اهي. شبه بالظبط يا اولاد النار بتاع الدجالين. شايفين الدخان كل ما زود الميه هلاقيه ان هو طلع اكتر. زود يا مس ميه كمان. اهي يا اولاد شايفين التفاعل عليها؟ بس مفيش نار. ايوه فصل يولع يعني. ما احنا قلنا ان التفاعل بتاعه يطلع دخان نفس فكره دخان الدجالين بالظبط. ده يا ولاد تفاعل برمنجمات بوتاسيوم مع جريسلين نقي وزود عليها شويه ميه وصاد. ادي التفاعل بتاعها. التفاعل ده يا ولاد بيبقى طارد للحراره، فعشان كده انا بلاقيه. شايفين؟ اهي التفاعل بتاعها حاجه. لا ما تخافوش. اهي شايفين التفاعل بتاعها بيزيد. شايفين؟ التفاعل بتاعي بيزيد. نفس فكرة نار الدجالين بالظبط. هما مش بيعملوا نار حقيقية، لا هما بيحطوا الأدوات دي على بعض. خلاص؟